بسم الله بوعزيز كثر هنا في جديدة بغينا كثرها هي باغا تقرا حنا بغينا بلا ما نضيعها قلنا نتعافلوا معها كاين واحد نص ساعه باقا بلا دخلنا خلصوا غنخلصوا حتى بغينا تقرا حوض الري بغينا باش تستافد شويه حيت على وعد ما خممنا ما غتستافدش بغينا بلا ما نضيعها وين زار اسماء استاذ بغينا نقراو عن عن قرب استاذ باش فهم في القسم ماشي بحال عن بعد قرينا في الدوره الثانيه عن بعد ولكن ما فهمناش مزيان ولكن عن في القسم ومع الاساتذه كتفهم اكثر ماشي عن بعد ما غاديش تفهم قدر يفوتك شي سؤال ولا شي حاجه ماشي بحال الاستاذه تعاود ليك وداك الشيء ولكن حضوريا مزيان استاذ انا ندير حضوريا مزيان ضروري استاذ مع هذا الوباء كيدور ما عرفناش كاين الكمامه والتعقيم الكمامة ضروري مسافة الأمان ديال اللي يديروا علينا في القسم وهادشي هنا ويكتب لها الداخلي الداخلي مكتوب ما عنديش فلاح تسكن هنايا ندير على بال وندير على بال هو هادشي اللي كاين ما عنديش فلاح تسكن هنايا كنقرا في كاتريان وبغيت نقرا حضوريا ما عنديش فين نسكن ما عنديش يعني ما كاينش الاستفاده من في غادي نبراك ولا داكشي علاش غندير عن بعد بالنسبه اليوم التحقت جميع الاطر التربويه بينما الاطر الاداريه التحقت البارح كل شيء وقع محضر الدخول واللي سجلنا هذا الصباح سجلنا واحد الرواج يعني جد مهم وهذا كيثبت بان الاغلبيه المطلقه ديال الاباء وليا التلاميذ جاوا للمؤسسه باش يعرفوا المستجدات ديال الدخول المدرسي اللي كيجي هذه السنه في ظرف خاص وهو ان الدخول المدرسي كيتواجد فيه كوفيد 19 اللي نتمناو ان هذا الوباء يرفعوا على العالم باسره والمغرب بالدرجه الاولى من طبيعه الحال هذه الصبيحه درنا اجتماع مع السيدات والساده الاساتذه اطرناهم بالمستجدات الجديده انطلاقا من المذكره 39 على 20 اللي فيها واحد المجموعه ديال الاطر المرجعيه اللي كتكلم على يعني واحد اربعه المحاور الاساسيه نوع التعليم او نمط التعليم واش التعليم عن بعد واش التعليم حضوري واش التعليم فيه ما هو حضوري وما هو عن بعد يعني التناوب ثم دزنا العمليه ديال التقويم كيفاش خص التقويم يكون انه شرحنا للاساتذه ثم ايضا تكلمنا على واحد اللقاء تواصلي اللي برمجنا فيه ثلاثه الايام لقاءات غتكون ابتداء من اليوم الاثنين المقبل على الشكل التالي ودرنا فيها سبوره السبوره كاينه باش الاباء يطلعوا عليها اننا خصصنا يوم الاثنين فلكات المذكره تؤطر ان يوم الاثنين خصص للثالثه ثانوي اعدادي من 9 ل 12 فاحنا اجتهدنا اكثر درنا يوم الاثنين فترة الصباحيه والزواليه للثالثات ان لما جاء الصباح يجي عشيه وبالتالي ان جميع الاطر الاداريه والتربويه غتواصل مع الوليدات ونفس العمليه درنا يوم الثلاثاء الفتره الصباحيه والزواليه الثانيه ثانوي اعدادي من اجل التواصل مع نساء ورجال التعليم وبالنسبه ليوم الاربعاء بالنسبه للاولى اعدادي ايضا الفتره الصباحيه والزواليه والهدف من هذا اللقاء التواصليه هو غادي نكونوا فيه يعني اننا غنحققوا فيه جوج اهداف مهمه الهدف الاسمى وهو ان الاساتذه غيتعرفوا على التلاميذ والتلاميذ يتعرفوا على الاساتذه اذا هذا لقاء تواصلي ثم غادي نشرحوا لهم المستجدات ديال الدخول المدرسي اللي خاص التلاميذ يعرفوا اشنو التعليم الحضوري ويعرفوا اشنو هو الجانب الوقائي ويعرفوا شنو البروتوكول الصحي اللي غيكونوا ملزمين بواحد المجموعه ديال العمليات لا من حيث الولوج لا من حيث الكمامه لا من حيث التحقيم لا من حيث النظافه لا من حيث ان الاستاذ هو مثلا اللي هو اللي غيغير القاعه ماشي التلميذ اذا مجموعه ديال الاجراءات اللي غادي تتم بيننا وبينه ثم غنمدوهم في هذيك الصبيحه ديال يوم الثلاثاء ويوم الاثنين ويوم الاربعاء كل فوج على حده وكل مستوى حده غنمدوهم باستعمال الزمان على اساس ان استعمال الزمان الان اللي تبين لنا ان الاغلبيه المطلقه ما زالت عبرت عن التعليم حضوري سنستخرج منه استعمال الزمانين ان كل فوج غادي يقرا استعمال زمان خاص به على اساس ان هذا الاستعمال الزمان يغير في الاسبوع الموالي الدراسه عن 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 قرب فهي كيفاش غتتم كل قسم غادي نخرجوا منه فوجين والفوج لا يتعدى 20 على حسب طبيعه القاعه على اساس باش نضمنوا ذاك التباعد داخل القسم على اساس ان مثلا نعطي امثله هنا باش نوضح هذه العمليه فمثلا في ماده اللغه العربيه والفرنسيه على الحصص الاسبوعيه لكل تلميذ في المستويات الثلاث هي اربع حصص فكل تلميذ غادي يدرس حصتين بمعدل ان كل تلميذ غيدرس ساعتين عربيه وساعتين فرنسيه لكل فوج مثلا ملي كنجيو لماده الرياضيات فماده الرياضيات لدينا خمس ساعات في النسبه الاولى بالنسبه للاولى والثالثه اعدادي بالنسبه للاولى والثالثه اعدادي فعوض
5 هو رقم فردي لا غير قابل للقسم على 2 لان فوجين، ففوج غادي يدرس ساعتين وفوج غادي يدرس 3 ساعات، ولكن الاسبوع الموالي هذاك الفوج اللي درس ساعتين غادي يدرس 3 ساعات والفوج اللي درس 3 ساعات غادي يدرس ساعتين، وبالتالي غيوليو متكافئين. نفس الشيء بالنسبه للاجتماعيات 3 ساعات، اذا فوج ساعتين وفوج ساعه. بالنسبه للمواد العلميه اللي تدرس بحصتين متصلتين، ماده علوم حياه الارض وعلوم الفيزياء، فكل فوج غيدرس هذه الماده في اسبوع. دونك الفوج الاول اللي درس هذا الاسبوع، الفوج الاخر يدرسها الاسبوع الموالي. اذا هذه الطريقه ديال التعليم الحضوري، ديال كيفاش نبلغوا الدروس، على اساس ان التلميذ في ظرف اسبوعين كيكون خدا استعمال الزمان كله، يعني انه الحصص ديال زمان التعلم ديالو في ظرف اسبوعين تغطات له 4 ساعات فرنسيه في عربيه، 5 ساعات في الرياضيات، هذه بالنسبه للاولى والثالثه، 3 في الاجتماعيات، 2 في التربيه الاسلاميه.